استاذ لاباس. ها حسون اش عملت تحت في قلبك؟ اش بيك مفجوع؟ ايش مفجوع؟ هذا ما شيء. وارد سلام ايش احوال؟ احوالك يا حسون؟ لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. الشده في وارد عندي مده ما لتكش. الله يهنيك الخدمه واخذت لي كل الوقت. ها برنا مقاوه هاي. لا شنو القهوة؟ والله مسيرة عندي خدمة ومزروعة. لا والله أنا سايب مخلص أخوك مخلص عليك قهوة هاي. أحسن أختاني والله أختاني من غير ما تلحني من غير ما تلحني. شنو؟ ما نحبش نقعد في القهوة. ها الحق ما نحبش نقعد في القهوة. يا ولدي كيفاش ما عادش تقعد في القهوة؟ كما نعرفك ديما ولد قهوة ولد شكوبة ولد كذا. يا خويا تو ما عادش نقعد في القهوة. ها الولع ضايني ما عادش نقعد في القهوة. لا هاي. وراس خويا ما نخلص عليك قهوة هاي. يا حسونة. أنت تحب الحق؟ هاي. اخويا اللي منحبش نقعد في القهوه ويروني التلامذه نحشم منهم يا رسول الله. بالله تو معناتها الاستاذ ولا يحشم التلامذه؟ انت كيفاش هذه جات يا استاذ؟ تو انت مش تحشم التلامذه هما ما حشموش منك. ايش نعمل؟ هذاك هو. لا هاي والله ما تمشي تعمل قهوه. يا حسون بس خل نكلمه. هاي فهمني. صححت الديفوارات صلحتهم لك. صححت ما عادش عندي حتى المخ ما عادش عندي. رحت لهم رجعت لهم دفورات. اي رجعت لهم. هي منهم واحد عطيت اسفر خويا عبد عند خضره مشوم يا حسين خويا والله كيخذل لي في القسم بركه ماهوش نوع على خير. هاو الحق عجب والله. شنو يخذل لك؟ لا مسيب هكاك عندي جمعتين خويا. شنو مسيب؟ لا زميل دهموا عليه بسطو. كيفاش نسيب يا ودي؟ هاي مش عم قهوه. اش عندك فيه؟ تو الموضوع اللي جبته هاي نعم قهوه يا حسون خويا. راه في القهوه هذه يا حسون. علاش هكا يقعد في القهوة هذه؟ يا اش بكش تو كلمك واحد هاني بحذاه. احسن تولي ضرب ومضروب. ولا لا ذي مش فيه. خلي مرة. لا والله ما تمشي. قلت لك والله مش تقعد نخلص على صاحبي. قهوة يا عجبك. ما نبطاش احسن يا راجل. هادي كلمك تلمين هاني بحذاه. يا اش بكش. احسن اخوي علاش هكا راجل. هيا. نمشي. مجيد زعما هو. يا والله وقت مشوم يا والله وقت مشوم. يا دوب الاستاذ ولا مفجوع. يا استاذ. يا ودي اش بقاطر؟ اش بيك مفجوع؟ يا ودي مناش خايف تو يا شبش؟ تو هاكا الاستاذ ولا مفجوع مثل التلامذة نتاعهم خايف منهم؟ الله غالب. يا والله حوال يا والله حوال. خمار القسم مش عامل. كان انا مفجوع. القسم؟ هاي. ايش نكذب عليك؟ القسم ديما الشباك محلوم وقاعد تحت الشباك هذيك. الريش واحد هاد ولا جاي في حاجة طول نقذب من الشباك اللي خاف سلم. وي وكي يجيك من الشباك؟ من الشباك بالطبيعة نمشي للبيت نهرب من البيت. كان يضرب هذا برك يدخل. يا والله حوال. عاد انت مادام تو ولات خايفين من الساطور وخايفين عاد كي يرقصوا لكم في السلاح خير انتم. خش بلدي ما نحن. يا استاذ ما تخاف. يا استاذ ما تخاف. اش ما عاد تشكم يا بالله مش فاهم. سامحونا معلم. يمشي معلم. يا استاذ شوم امشي. شوم ما تخاف. خايف؟ ايش ما تشكت؟ ايش تقدر يغصر فيه في القسم ما يتيش عندك الحق. يا والله حوال. سامحونا خويا سامحنا. ميساج مش مشكلة تفضل. تشبيك ممجوعة هكا تشبيك هكا. اي بيس باش. هكا وصلت فيك يا استاذ. وخيف على روحي. يقول لي عامل الشرطة مع التلامذة. تحب الحق؟ ها وضلت غلطة. غلطت غلطة باش ندفع الثمن نتاعها غالي. ان شاء الله خير. شنو هي الغلطة اللي غلطت؟ أعطيت الطفل اصفر ولا نتاعها. عمل مشومة. علاش باش تقول لي برا أعطيت اصفر ما يعجبكش؟ ودي الراجل كنت تقول لي غصر فيه في القصر. هكا الحفر نتاعها يهد فيه بعينه نظرة أنا أخي نعرف قبل ما نعرف راه. هذا كله على اصفر أعطيته في القصر؟ هاي. ما يعجبكش؟ هي اللي تو مفجوعه وش الى متى وش تبقى مفجوعه منه؟ خو نعرف. شكون هذا يقعد هنا هو في القهوه؟ المبتوك ولد الحنش. بابا الحنش؟ اي هذا نعرفوه هذا. بالحق؟ اي هو تاعنا هذا بابا الحنش ما هو مبتوك هذاك. اي هذيك مشكلتك تو انت متغصر ومفجوعه على اصفر. جاي تو نمشوا له. يقول لي اصفر يا اخي ما شفتش الزميل ايش عملوا فيها؟ تطور دهم عليه. تهنى ما يدهم عليك حد. تعالوا نمشي لبابا وتعالوا نكلموه وتفضلوا معايته له واطلب منها السماح. انت تعالوا يسامح. والله يسامح. اسيدي ريت حتى كان نرجع قبل الوتين والله قريب ليش. نستعرف بغلط. والله خير. والله ما مش بالعاني يعني
نعملها سي حسون. تو نفهموه قول راه ما قصدش يعطيك صفر، قول يعطيه انت شو تعطي، وقول له راه مع استاذك ما ولا استاذك وسامحه وكذا. والله انا اللي من المبرجين عادي عندي في القسم محاوله القولوي تعرف تحصل. والله بدا قلت لي هالمشكله هذه على الاقل الواحد يدور ويهدى عباد في القهوه. تهلا يا استاذ تهلا الموضوع على يعني انا تو نمشي بالفل. ما تتفجع ما تنحى تو خف الليل كيفاش ترقد مال؟ ونرقد في الليل والله من لغة قال نزول قال من بلاصه لبلاصه حتى الضوء ما يتيهش. ها تو هذه المشكله التلميذ تو نمشي ولا للدار تحب تمشي معايا ولا نمشي وحدي؟ خويا برا انت خويا نعرف عليه خلينا نعرف تعال ردت فعله شنو؟ ها تو نمشي يغسل فيه بالخضره. ها قول استاذك غلطت وكذا واعطاك الصفر مش مشكل. ها تو نعوذ هذا هكا نستفتين نعوذ هذا والله نعوذ هذا. ها تو نمشي عاش هذه هي المشكله. هذه والله سي حسون هاي تو تفضل موضوع صعيب عليك. طلع على كوب طلع على كوب. عاش سي حسون الله يخليك. ما لاباس انت؟ والله لاباس الحمد لله. امورك هانيه الحمد لله. والله الحمد لله غير المشكله هذه تعبتنا ما توقعوا اخويا حسون. والله حبيت انا الحق نجبد لك موضوع خوك الدلل هذا حكيت حسونه. والله يا ريتك فرحت حبيت ايه هذا الدلل. يا رحم والديك نعرف راك خويا ركز معي هذا خويا قلنا المشكله تو خليها على خوك. لا يا حسونه ما لقاش عندك 100,000 شنو؟ باش تفجع؟ لا مش تفجع خويا 100,000 حتى راس الشهر يزيد في البر. 100,000 تو والله العظيم نستنى في الملحه نتاع التباشي ورقه الظهرين طيشه غادي. عجب والله 100,000 نجيب هيك طب تو استاذ ما عندكش 100,000 تو اكثر استاذ ما فماش 100,000 تديبانيني بها 100,000 ما عندكش والله ما نكسر هاي راك حالة ديبان تو انا مش مهلك ومشكلتك باش تمشي التلميذ ونعرف التلميذ في صالة ما حبيتش نقول لك راهو في صالة نعرفه في صالة وبابا في صالة وكذا كنت تو نعاونك وتو كذا ونقفوا معك انت تو مش تردني على 100,000 سلفت صاله هو الصاله اخي انا باش انت جاي لعبك مع ولد احمس شيخ انت زاد سامحني 100,000 تو شكون هل في دول تو تلقى عنده 100,000 هي برا 100,000 استاذ ما عندكش 100,000 والله ما نكسبها والله احنا انت اول مره ما تعرف ما دماش ما دماش اخويا انا في المربح انا حبيت نحضر لك شورك وكذا مش مشكل ما دماش ما دماش ما دماش نعطيه حواجه يسامحها يسامحها شوف ما تغشش عاد مخوف ورسخوا القلب يا سيدي سافا يا استاذ تو ماشي لا تغشش تحتونا لا تغشش لا ولا شيء يعني حبيت نفضل مشكلة والله يدوب ما يصبوا والله ما نعطيك هاي شوية شكون هذا؟ شكون؟ انت قلت لي يا ولد ولد احمد شو المكتوب؟ المكتوب ولد احمد الشبير ما هذا تقريب جاي المكتوب مكتوب ولد احمد ما هو قلت لي مكتوب ولد احمد هذا هو جاي يظن هو جاي شبير وتقريب فينا سطور 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 فينا ايش ما تخافش يا سيد يا سيد ما تخاف يا سيد محفظتك محفظتك يا سيد